السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان. هنتكلم عن ممثلة مصرية اسمها نوال فهمي. الفنانة المصرية نوال فهمي هي من مواليد عام 1935، وبدأت العمل منذ منتصف الستينات من خلال عدد كبير من الأدوار الثانوية. كان من أشهرها شخصيات أم عبلة في فيلم الصعود إلى الهاوية، وشاركت في عدة مسلسلات منها دموع في عيون وقحة وأدرك شهر ريار الصباح والعملاق. الفنانة نوال فهمي مرصود لها حوالي 70 عمل فني، منهم فيلم المراهقان، فيلم العالمين، فيلم الوديعة، فيلم التلميذة والأستاذ، فيلم الوضع عايز كده، فيلم قصير أما مقلب، مسلسل حكاية عريس وعروسة، فيلم مكالمة بعد منتصف الليل، مسلسل وفاء بلا نهاية، مسلسل الشك، فيلم الغيرة القاتلة، وشاركت في فيلم نص أرنب، وفيلم الطماعين، ومسلسل وأدرك شهريار الصباح، ومسلسل أزواج لكن غرباء، وشاركت أيضا في فيلم امرأتان ورجل، وفيلم زمن حاتم زهران. الفنانة نوال فهمي كان تاريخ ميلادها 1 يناير عام 1935، وفي نهاية الستينات غابت نوال فهمي عن الأضواء واختفت تماما، ولا نستطيع أن نؤكد وفاتها أو بقائها على قيد الحياة. كنا نتحدث عن الفنانة الممثلة المصرية نوال فهمي وممثلين زمان ونجومنا الخالدي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.